شاهد اي سي سي بالعربي، اهلا وسهلا بيكم، معاكم احمد مجاهد اي سي سي ترينر. معلومه كده على الماشي بخصوص التمرين دوت الرو باستخدام الدمبل للباك. كان في ناس كتير من المدربين يعني ومن الاقاويل ان انت لما تيجي تلعب التمرين دوت، سواء انت ساند كده على الديسك مثلا، الوضع الامثل يعني للتمرين لازم وانت بتلعب سي مثلا، انسى خالص دلوقتي المعصم دي خالص، انساها يعني. ممكن اعمل لك ليها اخفة مثلا بالشكل ده. خلينا نركز في الحركة دي دلوقتي. لو انا بلعب التمرين ده كان يقول لك انك لازم تعمل ايه، ها، تعمل الاسكابولا ريتراكشن لورا كده، تمام. بس هو الحقيقة ان الجليومينال اصلا اخره هنا اهو، شايف انت على المحور اخره هنا. طب ما انا اوريدي كده كده عشان الكوع بتاعي، انا عارف ان انتوا لما بتيجوا تلعبوا بتعملوا الحركة دي، بيطلع لفوق كده الكوع لغاية مستوى الظهر بتاعك وبعدين ينزل تاني، تمام. فاوتوماتيك اللي بيعمل ده الاسكابلا، فهي اوريدي كده كده شغاله. فتلاقي ناس من المدربين يقول لك ايه، لا اصل انت لو ما عملتش الاسكابلا سكويز هيبقى التمرين غلط. ما هي اوريدي اصلا عمري ما هقدر اعمل التمرين ده غير بايه، ان الاسكابلا اصلا تتحرك. فبالتالي وانت بتلعب التمرين ده المطلوب انك تركز على التكنيك فقط لا غير، وزنك صح، وضع ظهرك، وسيب هي كده كده الاسكابلا والله بتطلع لوحدها من غير ما ايه تقعد تعمل لها سكويز زياده على اللزوم. دي كانت معلومه على الماشي كده حبيت اشاركها معاكم. لو عجبكم موضوع الحلقه تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير، واستنونا في حلقات تانية اجمل واحلى على قناتكم اي سي اي بالعربي. كان معكم احمد مجاهد اي سي اي ترينر.